مشاهدي شوف تيفي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة الشرق مدينة وجدة. في هذه اللحظات كنتواجدوا في حي القدس. صراحة اللي كيعرف واحد الحركة غير عادية يعني في الشوارع ديالو عكس شوارع مدينة وجدة. هذا الحي هذا نظر لأنه كيتواجد أمام جامعة محمد الأول كما كتشوفوا يعني بحال اللي كاين النهار صراحة. يعني غادي نخليكم في الجولة والدردشة شوفوا معنا الأجواء هنا بحي القدس. يعني باقي الناس خارجين على برا رغم حالة الطوارئ كثيرة ساعات حضر التجول باقي الناس على برا. يعني هنا الساكنة كتشكى بزاف صراحة لأنه في الليل الصداع الموتورات الطوموبيلات كيطلعوا هنايا وجدة كاملة كتطلع هنايا في هذا الحي هذا. هنا كما كتعرفوا في مجموعة ديال يعني بالنسبة هذا الحي هذا بالنسبة لمدينة وجدة أقولها يعني نقطة سوداء. شنو غادي نقول لكم يعني على ما يروج أنه في الدعارة كاين الناس اللي كتاجر يعني كتتخبى في جلباب طالب بيع المخدرات يعني مجموعة ديال الأمور خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا يعني حي اللي يعني مكتظ. صراحة يعني اللي يجي هنايا لهاد الجهة هادي كيتفاجئ بزاف الغادي والجاي. الله أكبر العشاء. كما كتشوفوا ندير واحد الجولة خفيفة ومن بعد نمشيو للاماكن اللي فارغه. يعني حي اللي عامر بزاف الاقصى درجه الناس باقيه خارجه حركه غير عاديه طوموبيلات اصوات ديال لي موتور الناس كتشكى مجموعه ديال المشاكل كتوقع هنا بالليل. كتشوفوا معايا يعني راح كنقربوكم من الواقع. شوارع مملوءه الناس باقيين خارجين كيدورو يعني نورمال. كما انه لا توجد كورونا او حاله طوارئ تشوفوا معنا بعينيكم. كاين اللي غادي يتفاجئ من هذا المنظر هذا. هذا الحي معروف كيسكنوا فيه الطلبه بزاف التلاميذ كان مجموعه ديال المعاهد من هنايا. زيد على ذلك السيارات السيارات تاع مدينه وجده كلها كتطلع لهنا شي راه غير في كورونا. وكان نجيو نشوفو الاوقات اللي من غير كورونا راه ما تقدرش تدوزو من هنا في الليل وفي جميع الاوقات ماشي زعما في الليل 11 تاع الليل وحده. يعني كما كتشوفو معايا الناس جالسين في الجرادي نورمال الناس خارجه. كأنه لا يوجد حجر جزئي من حالة الطوارئ. زيد على ذلك ما كانش اجراءات احترازية هنا في الحي هذا نهائيا. كمامات ما كاينينش الناس خارجين نورمال.
شيء عادي كما كنقولوا حنا. اظن انه حتى بعض المحلات باقيه فاتحه مازال ما سداتش. هيا في ازقه السيارات كتدور بالليل. اكتظاظ عجيب وغريب صراحه. الموتورات كما كتشوفوا معايا يعني كيصدعوا الناس. يعني غادي ندوزو يعني غادي صراحه غادي تخلعوا يعني هذا الشيء هذا. والناس هنا كيتشكاو. كنقربوكم للواقع. شوفوا الموتورات دايزين طوموبيلات. يعني ازقه تاع هاد الحي هذا. شوف كي تلقى ازقه تاع حي ماشي طريق رئيسيه يعني عامره بهذا الكم من السيارات. هنا نطرح التساؤل لماذا. الناس في الليل الناس ما تكلم في الليل هما دايزين بالموسيقى و... اي شيء عادي عادي جدا. شو ما فهمش انا بنانم كيجيب الطوموبيل ديالو كيدخل هنايا كيبقى يدور. شوف شحال ديال الطوموبيلات بالسيارات دوليكس سيارات الفارهه. اللي عنده شي سيارة فارهة كيجي يدير استعراض العضلات هنا بهذا الحي. نحاول نرجع. لقيت شكايات من مجموعة ديال المواطنين اللي ساكنين هنايا في هذا الحي هذا اللي كيتشكاو من هذا التحرك الليلي ديال السيارات وديال الموتورات. موسيقى مطلوقة بالجهد يعني شي غريب جدا. كاين اللي باع دارو هنايا كاع ورحل. كتفوت في زقاق بحال هكا شارع صغير يعني في وسط الدروبة وزناقي كتلقى هاد الاكتظاظ ديال السيارات. الله إلا الغرائب والعجائب قسما بالله العلي العظيم. هذا حي القدس بالضبط. فهم والو. علاش كيدخلوا هاد الازقه ما نعرف. شوف الموتورات يعني يعني بحال شي شارع كبير اللي كيتساروا فيه الناس كيتمشاو فيه بحال هكا. راه واقع لهاد الحي هذا مساكين هاد الناس هادو مكرفسين بزاف خاصة درجة. دابا غادي نحاولوا ننتقلوا لاحياء اخرى أماكن أخرى. صراحة عيب وحشومة وعيب وعار أنه نشوفوا هاد الشيء هنايا. شوف يعني مدينة خالية وهاد السيكتور هادو مصدعين هنا الناس حمقينهم.
غادي توغلو شويه لوسط المدينه غادي تبان لكم الامور عاديه جدا. حاولوا نقربكم الصوره اكثر. هادشي هذا صراحة كيوجع القلب، كتخلي حومتك ودارك وكتجيب طوموبيل هنايا أنا شحال ديال الطوموبيلات اللي دازين بالصداع بالموسيقى، اللي دازين بالموتورات، اللي مجموعة تاع الأمور كيصدعوا الناس. كاين اللي مريض، كاين اللي خرج من الخدمة ديالو خصو يرتاح، كاين اللي غير في هاد الحي هذا سبحان الله. شوفوا هنايا شوارع خالية، هنا بعض السيارات اللي نازلة بعدا من هاد الحي هذا. غادي نوصلو لشارع محمد الخامس كاع، اللي شارع الناب قلب الناب تاع مدينة وجدة، وغادي نلقاوه فارغ، شوارع أخرى عاوتاني فارغة، وهي غادي القضية هكا. أنا هاد اللايف درتو خصوصا ماشي على خصوصا على الديرونجمون ديال الناس، يعني كي كتشوف نتايا ماشي طريق شارع كبير اللي عامر مثلا بحال هكا، كتشوف نتايا ازقه اللي ضيقه وفيها مجموع سيارات بزاف غير غاديين جايين، الموتورات كطرح علامات تساؤل، علاش ساكنين تما عائلات ساكنين، علاش هاد الناس هادو كيجيو لتما، شنو هو الغرض ديالهم، كيصدعوا الناس. الناس يعني الناس دايرين مجموعه ديال الشكايات، كاين وداديه تما اللي غادي يدوزوا معنا، قال لك هاد اليومين هادو عاوتاني وقعوا مشاكل كبيره تما، شي وحدين دابزوا مع شي وحدين بالسيوفة، كله على مثبت البنات بهذا المعنى هذا. إذا نتمناو هاد الناس يفيقوا شوية، هاديك الجهة كتعرف واحد الاكتضاد كبير، النهار كاع نقولوا أنه طرا ولكن حتى النهار، يعني النهار كارثة، يعني كاين الجامعات تما وداكشي، ولكن بالليل أكثر، يعني كاع النهار يعني راه النهار. ما نقولوا راه في اي بلاصه كتكون فيها الناس بزاف وهادي راه ما، ولكن في الليل الناس كتبغي ترتاح، هما عاد كتبان لهم كيطلعوا اللي جاي، والمشكله كيجيو الناس من جميع احياء المدينه كيتكبوا تما كيصدعوا الناس، المطر في الليل طابقين الموسيقى، كاين الناس اللي كيطلعوا تما سكرانين، المهم مجموعه ديال الامور. لو قلت لكم كان في هذيك البلاصه اللي كنا فيها راه كان لي بعد الدويره ديالو كاع وحل، لانه علاش ما يقدرش بنان مي كنا نقولوا حنايا غادي يتادابطا مع داك الشيء. اذا المشاهدين شوف تي في كنتم معنا في هذه الجوله الليليه، تحيه طيبه.